صناعة العطور طبعا ما هي شغلة بسيطة، هي عبارة عن فن وذوق وإبداع، لأنه يحدد لك البائع يكون مجبور يحدد الشخص اللي قدامه، إذا ما جاه وقال له أبغى العطر الفلاني أو الرائحة الفلانية أو الذوق المعين، هنا يبدأ دور البائع. لازم تحدد الشخص اللي قدامك إيش يميل، إيش يحب، إيش ذوقه، كيف شخصيته. الله هباني هبة من عنده، أنا أشوف الشخص اللي قدامي إيش لابس من ألوان ملابس أعطيه عطر، إيش لابس من طريقة لبس أعطيه عطر، لإيش يبغى العطر للعمل أعطيه عطر للعمل، إيش يحب العطر لمناسبة معينة ليلية أعطيه عطر مناسباتي أو للأفراح أو للمناسبات السعيدة. طبعا فضل الله هذه موهبة ما هي موجودة في أي شخص، ومش بالسهولة أنك تجيب أشخاص جنبك وتعلمهم يصير عندهم نفس الحكمة في هذا التصرف، أبدا، حاجة من الله. فالعطور عبارة عن عالم كعالم جدا كبير، مش بسيط جدا. الرائحة تحدد لك شخصية الشخص اللي قدامك، في بعض الروائح الثقيلة تناسب الناس اللي هم يعتبروا كبيرين كبار في السن، أو بنفس الوقت ناس مناصبهم كبيرة جدا. والعطور الوسط طبعا تتحدد للمتوسط العمر، والعطور اللي مايلة على فواكه عادة يأخذوها الأطفال أو يأخذوها لصغار السن. تعلمت صناعة العطور في السعودية وأكرمني الله بمزاولتها والتوسع فيها، حبيتها. قعدت 5 سنوات في السعودية وأنا أشتغل في العطور، ست سنوات في السعودية. بعدين انتقلت لليمن، كنت أدرس وأتعطر وأهدي للناس المعززة لي، يعني عزيزة لي ومقربة لي، فكانوا يشموا العطور ويطلبوني الطلاب، فكنت أشيل كيس وشنطة معي عطر أصحابي، عطر زملائي، عطر المدرسين، عطر كذا. فلما شفت إن عجبت الناس كلها وبدأوا يطلبوني كثير، نقلت الشغلة من السعودية إلى اليمن وبدأت أصنع وأبيع وأوزع بالكيسو والشنطة في ظهري، وكنت أتنقل من مكان لمكان. طبعا بعد 5 إلى 6 شهور من المزاولة العمل بالكيس، فتحت لي محل في مركز مول تجاري في اليمن، والحمد لله توسعت وفتحت محل ثاني وفتحت معمل للعطور. وبعد ما انتقلت إلى ماليزيا بدأت بنفس الفكرة، يعني بدأت بعطور خاصة لي، فكان الناس يشموني يسألوني من فين، في المصعد، في الدرج، في الشارع، في المحلات. فبدأت أحمل كيس وأسوي عطور وأبيع لهم وأوزع لهم، فصار يطلبوا مني المحلات، وصرت أصنع لهم عطور وأسوي للمحلات تركيبات خاصة، للطلاب تركيبات خاصة، للزبائن عايدين تركيبات خاصة. فيختلف كمان العطور معايا في أذواق العرب، ويختلف معايا في أذواق الماليزيين، ويختلف معايا في أذواق الأعمار حسب فارق العمر، الكبار والصغار، متوسط العمر. فهبأ من الله إن أنا أعرف أحدد كل فئة عمر أو كل فئة ناس أو شخصية معينة قدامي أحدد لها عطرها معين. طبعا بعد ما انتقلنا من اليمن الى ماليزيا، تقريبا خسرنا كل شيء في اليمن، كل اللي بنيناه في غضون 3 سنوات 4 سنوات خسرناه. والان انا ابدا في ماليزيا من الزيرو، من الصفر، واطلب من الله التوفيق. طبعا السوق في ماليزيا هنا سوق جدا كبير وعالمي، اكبر وكالات العطور متواجده،
والعطور ماركات العطور العالمية متواجدة، والمحلات المتوسطة موجودة، والمحلات العادية الصغيرة موجودة. فالتحدي أني أنا أثبت وجودي في المكان هذا وأنا أحمي الكيس فقط، كون أني أنا أوصل الرائحة المعينة للشخص المعين، هذا الحال إنجاز. طبعا أنا عطري أضمن وثبات 3 أيام في الملابس، فوحان 3 أيام في الملابس، بعد الاستعمال ما عجبك أتري رجالي. طبعا فضل الله نال إحسان واستحسان جميع كثير من الزبائن، ما في زبون أعطيته عطره وما عجبه رجالي، وكل ما شخص يأخذ عطر يجيني اللي حوالينه أصحابه وجيرانه اللي حوالينه كلهم يطلبوا مني نفس العطر، الحمد لله. طبعا أنا بإذن الله ببدأ هنا في ماليزيا برضو من الصفر وصغير، وإن شاء الله راح أكبر يوم بعد يوم بإذن الله بإذن الله بإذن الله. إذا تعدلت الأوضاع في بلادي في اليمن ما راح أرجع باسم غسان لشخصه، برجع بإذن الله باسم شركة أو مؤسسة، وبإذن الله راح تكون عالمية ومحلية بإذن الله.